اهلا بكم مشاهدينا الكرام في تاني حلقات برنامج حتى لا يبقى على الصحه والجمال. والبرنامج زي ما انتم عارفين انه هيكون على القراء والمبتهلين والموهوبين، ولكن النهارده معانا قروان، معانا اسد المبتهلين والذي نشا في محافظه القليوبيه مركز شبين القناطر والمعتمد في الاذاعه والتلفزيون. معانا ومعاكم المبتهل احمد الطنطاوي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. منورنا طبعا. ربنا يبارك فيك. فإذنك عاوزين نسمع في الأول سؤال، نسمع الابتهال من حضرتك. حاضر. أنا جاي. قصدت باب الرجاء والناس قد عطلوا، قصدت باب الرجاء انتسب والدي
إلى الطريق الشمراوية لشيخ العارف بالله سيد الشيخ كامل الشمراوي. وكان سيد الشيخ كامل الشمراوي شيخ الطريقة وكان وكيل دار الإفتاء. في شارع صلاح سالم في الدراسة. فكان من نشاطات الطريق إقامة حلقات الذكر والإنشاء على حلقات الذكر والمقرأة مقرأة في القرآن. دي من نشاطات بتفرح طبعا انت بتروح وتحضر. بروح فكنت بسمع منشدين اللي على حلقة الذكر ذكر شرعي بدون دف ولا طبلة ولا رب ولا حاجة ولكن ذكر شرعي. تمام. فكنت بسمع اخواننا المنشدين وانا كان عندي خلفية عن الموسيقى لاني كنت وانا في ابتدائي لحد اعدادي كنت رئيس الفرقة الموسيقية في المدرسة. والله كنت بعد الفرديون وكان عندي فكرة عن الموسيقى والنغم. فكنت بحب اسمع عم الشيخ نصر الدين طبار زمان. فكان فلما وصلت رحت الطريقة وسمعت إخواننا المنشدين على مجال الذكر فبدأت أسمع منهم وأحفظ سماعي منهم وبدأت أقرأ قصائد كتيرة جدا عن الإنشاد. ولحد ما في يوم سيدنا الشيخ علم بأن صوتي كويس فقال لي أنشد على الحضرة. فكانت أول مرة أنشد على مجلس الذكر فسيدنا الشيخ استحسن صوتي ودعاني وقال لي لازم تتعلم أصول النغم وبدأت أتعلم أصول النغم من هذا الوقت. وبدأت بقى في الإنشاد الديني وأحترف الابتهالات. وحضرتك طبعا من ساعتها حابب تكون مبتهل وحابب تكون مبتهل أحمد الطبطاب. أيوه من ساعتها بقى أنا احترفت الإنشاد والابتهالات الدينية وكنت بسافر مع سيدنا الشيخ الشمراوي لإقامة حفلات في أنحاء الجمهورية وكنا بنتروح مع سيدنا الشيخ منصورة المنوفية الأهلية دسوق. فكنت بنعمل حفلات كبيرة وكان القارئ في الحفلة هذه الحفلات الشيخ عبد العاطي ناصر. الله يرحمه. وكنت أنا المبتهل اللي بيلقي اللي بقول الكلام في هذه الحفلات. تمام. طب عاوز نرجع لورا شويه لما كنت في داخل الاذاعه مين اللي كان موجودين ساعه ما كنت داخل تختبر؟ الاختبارات الاذاعه من سنه 94. انا اختبرت اول اختبار كان سنه 94. كان الشيخ محمد عمران. كان تعرفت على واحد قريب الشيخ محمد عمران فقال لي فكنت في هذه الاوقات عايز اقدم في الاذاعه. تمام. فعرفت واحد قريب الشيخ محمد عمران فقال لي ايه رايك لو قابلت الشيخ محمد عمران في بيته ويسمع صوتك ويقول لك ايه رايه. فخدني فعلا ورحنا لبيت الشيخ فلقيناه نازل ومعاه عود ورايح دار الاوبرا. لان كان الشيخ محمد عمران كان رئيس فرقه الانشاد الديني في دار الاوبرا. فقابلته فقدمني له الاخ نعمان قريب دوت فقال الشيخ احمد طنطاوي عايز يقدم في الاذاعه بتاعي فايه رايك حضرتك تسمعه؟ فقال له ماله تعالى. فخدني فقال لي حافظ حاجه يا شيخ احمد؟ عارف حاجه تقولها؟ قلت له اه. فقال لي ايه؟ قلت له هسمعك الى الموليه سبحانه وتعالى الى الموليه بتاعت الشيخ طه الفاشلي. الى كان عندك كم سنه؟ كان عندي حوالي 26 27 سنه. فسمعني الله يرحمه الشيخ عمران ودي من ضمن من اعز الاشياء اللي دايما بذكرها وبعتز بيها شهادة عمران ليا. قال لي لما سمعني في الدور بتاع الشيخ طه الفاشلي وانا بقوله قال لي يا شيخ احمد اقسم بالله يا ابني انت صوتك ما هو 99 انت صوتك 100 100 بس هي انت عايز تعلم شويه افلات وشويه نغم بسيطه قوي وهتبقى 10 على 10.
وبالفعل عشر وبالفعل الحمد لله التحقت بالإذاعة، وكان أول مرة أمتحن رايح لابس بدلة صيفي، فالراجل الساعد ينده على اسمي فلقاني صغير في السن، قال لي انت؟ قلت له اه. انا دخلت كان في لجنه بقى مكونه من حوالي 12 واحد، منهم الشيخ برانق مصحح المصحف، والشيخ محمود طنطاوي مصحح المصحف، والشيخ رزق خليل حبه، دول كانوا من اعضاء اللجنه، والموسيقي على ما اذكر مش فاكر اسم الموسيقي اللي كان موجود. فقالوا لي ادخل انت حتى ممتاز، قلت له ان شاء الله. فدخلت الاستوديو، فهم قاعدين في الاوضه الثانيه بيني وبينهم الحاجز الزجاجي، فانا في الاستوديو هم في حكم الاستماع. فقالوا لي اعتبر نفسك في الفن قول. فبدات اقول كنت حافظ، كان كنت حافظ حاجة للشيخ الله يرحمه، اللهم صل وسلم، اسم محفوظ. اسم محفوظ، لا الاسم بتاعه محفوظ. فدخلت اقول لك انت وحدك اليه نزول ولذاتك العليا. الشيخ ابراهيم الاسكندراني كان بيقولها الحتة دي. فقلت فجيت على جواب عالي قوي وانا بقول، فلقيتهم من جوه بيقولوا لي اذن. انا كنت لسه اسالك ايه حكايه اذن، بعد لما انا سمعت ان كنت اذن خلاص انت ناجح. قالوا لي اذن، انا وقفت على جواب عالي فبيشوفوني هتصرف ازاي. جبت وانا بقول في اثناء الهواله، فوقفت على جواب عالي فاقدر، فهم لقيتهم بيقولوا لي اذن، فبيشوفوني هتصرف ازاي وانت ممكن تكون في الفجر والوقت يخش عليك وانت في هتتصرف ازاي؟ ففطمت اليها فرحت مدا من نفس الجواب اللي انا واقف عليه. فقلت اثرت خير من النوم الاولانيه، لقيتهم بيقولوا بس تعال تعال ده انت اساسي معانا تعال. تمام. انا سمعت اللي هو لما يقول لك اذن خلاص الفكره ناجحه. طب هل واجهتك صعوبات في تخش بعد الاذاعه؟ الصعوبات اللي قابلتني في الاذاعه ان كنت كل ما اسجل فواصل كانوا طلبوا مني خمس فواصل. فانا في الوقت ده كنت بصراحه يعني كنت داخل على خطوبه وجواز وحاجات كده. فبدات اروح لهم سنه واسجل ويجيزوا نص او اتنين والباقي لسه، فاقعد لي 3-4 سنين كمان وبعدين اروح تاني، لدرجه ان المره دخلت امتحان لجنه من جديد. انا معتمد من 94 يعني كان زمان. طب ايه اكتر موقف فرحك في حياتك كشخصيه او عم؟ اكتر طول الجواز طبعا اكتر حاجه فرحك. لا ده بالنسبه للحياه يعني طبعا مفيش شك ان الجواز فرح كل حاجه في الحياه العمليه. يعني في حاجات كتيره، بس بالنسبه للقران والامتحانات، في مره في الليسانس بمتحن قران على يد دكتور كان اسمه النجاشي ابراهيم، وبمتحن في سنه 5 شريعه القانون، فدخلت على الدكتور فبيقول لي حافظ يا ابني؟ قلت له ان شاء الله يا دكتور. فكنا 3 لجان في المدرج، فقال لي حافظ يا ابني؟ قلت له ان شاء الله يا دكتور. فامتحني فلقيته قال لي بس يا دكتور فلان، يا دكتور فلان تعال اسمع، اول واحد يفتح نفسنا من ساعه الصبح. هو كم واحد بيروح يختبر في اليوم؟ لا ده كان في الكليه. كنت في كليه الشريعه والقانون، كان اخر سنه تخرج، وكان سنه 5، وكان اللي بيمتحنك دكتور بيمتحنك في القران كله. وبعدين لما يوقف اللجان اللي معاك يقول تعالوا اسمعوا اول واحد يفتح نفسنا، كنت ساعتها بقلد الشيخ المنشاوي في التلاوه، لان انا بحب المنشاوي في التلاوه وصوتي ساعات بيجي معاه. فالدكتور انبسط قوي قال لي تصدق بالله لو ما جاوبتش فقه والاصول، لان كنا بنمتحن قرآن وفقه
وصول شفهي شفهي وتحليل فدي كانت لجنة الشفهي. فالدكتور قال لي احط لك كام احط لك كام في اللي فدي خلتني بكيت. فما دكتور طب ايه اكتر موقف احزنك احزنك في الحياه؟ احزنني في الحياه كانت وفاه والدي لاني انا كنت معتمد عليه كليا وجزئيا وكان هو ايه يعني بنروح ونيجي. كان والدي تاجر تاجر كبير طبعا فما كنتش حامل هم حاجه. وحشك طبعا. طبعا اثنين حاجه ليه نروحه. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى والشيخ محمود طنطاوي يعني هم دول برضه اللي بتعمل مخارج حروف واحكام قران. فكانت صعبه جدا. انا حفظت القران وخلصت في الكليه حفظ للقران بس ما كانش باجاده تامه. لكن في بعض الاحكام بتقع مني
انما حاليا دلوقتي الحمد لله ما شاء الله باذن الله تعالى، وده اللي انا ناوي اني ادخل الاذاعه، لان بصراحه هتخش الاذاعه كقارئ لان بصراحه انا بسمع اصوات تعبانه جدا ان شاء الله، وبسمع وفي تهاون، وبحب اوجه الكلام ده للجماعه لاخواننا المسكين اللي جان في اذاعه القران الكريم، مفروض ما يعديش الا القارئ، لان لا اصل فين القراء المصريين دلوقتي؟ فين الاصوات القويه اللي كانت بتميز بيها مصر؟ فين عمران؟ فين كامل يوسف البهتيمي؟ فين منشاوي؟ فين البنا؟ فين الناس دي دلوقتي؟ لابد ان يدخل الاذاعه اصوات قويه اساسا وعندها درايه بالنغم وبالاداء، مش بالنغم انه هنغني لا، بس بالالتزام الاحكام وبالتلاوه المظبوطه وبالمخارج المظبوطه وبالصوت القوي اللي بيتميز به القراء المصريين على جميع انحاء العالم. بس في برضه في مصر قراء كويسين؟ في مصر في، ما بقولش ما فيش، بس في الاونه الاخيره من ساعه ما الاخوان الهوجه بتاعت الاخوان دي جت بدا ناس تخش ملهاش انها تخش اساسا ولا يتسمعوا اساسا، ودي الواحد بيحزن لما بيسمعهم في صلاه الفجر. كلهم ما ينفعش اصلا، لا مش كلهم بعض في بعض الناس ما تصلحش لتبقى قارئ اذاعه قران كريم مصر. تمام. طب في سؤال كده، هو ده هزار بقى شويه، موقفك من الرياضه اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي صميم. اهلاوي صميم. اشمعنى؟ لا انا بصراحه يعني ما عندناش تعصب. انا ما بحبش تعصب، بحب اللعبه الحلوه، حتى لو الزمالك، حتى لو الاسماعيلي، حتى لو بيلعب الاهلي، اي فريق بيلعب الاهلي انا اهلاوي، بس ما مش متعصب. لا مش متعصب نهائي، لو الاهلي لعب وحش بقول لعب وحش، لعب الزمالك لعب لعبه حلوه بقول حلوه، لو التشكيل نزل حلو بقول حلو، مش حلو بقول مش حلو. يعني مع الاهلي. طب الزمالك لو كان بره تشجعه؟ طبعا اكيد، ده اساسي. بيقول لك انا واخويا على ابن عمي، انا وابن عمي على الجنه. صحيح. وكده تكون اسئلتنا الثقيله خلصت. احنا عاملين فقره كده صغيره تبقى فقره البوكس، فهنشوف بقى الاسئله اللي فيها. جاهز؟ جاهز. استنى اشرب بقى البوكس الاول في بعض كده. افضل مجتهد من وجهه نظري. انا طبعا ما فيش ما لا يعلو على عم الشيخ طه الفشني من الجيل القديم. والجيل الوسط بتاع عم الشيخ محمد عمران. ودلوقتي ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. تاني؟ في سؤال كمان. ايوه. الامتهالات ام القران اتعب؟ طبعا الامتهالات. طب ليه معناها؟ لان الامتهالات اصعب من القران، لانها بتحتاج اولا صوت رايق وصوتك قوي، وبتحتاج انك تختار انت النص اللي يشد الناس، لانك انت بتبذل مجهود على اساس انك تجذب قلوب الناس ليك في الاستماع. لانك لو اديت اي كلام او صوتك مش محدش هيبص لك. انما الامتهالات بتحتاج صعوبه. القران بقى ده كلام ربنا لا يعلو ولا يعلى عليه. صحيح. متاثر بمن من المجتهدين؟ طبعا يا عم الشيخ طه الفاشني، الشيخ علي محمود، والشيخ محمد عمران، دول الاساتذه الكبار. كنت قلبت مين فيهم طيب؟ والشيخ نصر الدين في العصر الحديث طبعا. مش نصر ده ما اقدرش اقول طبعا حاجه. اخر سؤال معانا. افضل قارئ من وجهه نظرك؟ افضل قارئ في كتير من الجيل القديم، لان هم دول الساده اللي احنا ماشيين على نهجهم دلوقتي. حد يقدر ينكرهم. طب زي مين؟
طبعا الشيخ مصطفى اسماعيل المنشاوي او صديق البنا الشيخ مصطفى الشيخ راجل دلوش دول الجيل ده هو ده الامتداد احنا امتداد لهم. طبعا صعب عليك شويه في الجيل الحالي مين احسن من وجهه نظرك؟ لا في ناس كويسه كتير. واحد صعبتها لي جامد. واحد كتير قوي بس ما اقدرش اقول لك مين ولا مين. في ناس حلوه قوي في ناس حلوه كتير كويسه جدا. مين برضه؟ مش عايز اقول لحد عشان ما حدش يزعل. معلش ربنا يبارك فيك يا رب. طب كده احنا خلصنا فقره البوكس الجميل. اظن دعاء لمصر رفع الغلاء. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والبلاء والأمراض يا أكرم الأكرمين يا رب اللهم ارفع عن مصر الوباء والبلاء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه بجاهه عندك فرج عنا ما نحن فيه إلهنا لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه وعلى آله وصحبه وبكده تكون حلقتنا خلصت مع المبتهل الجميل احمد الطنطاوي وننوه ان ان شاء الله حلقتنا الجايه هتكون يوم الاثنين الساعه 10:30 صباحا على قناه الصحه والجمال والى اللقاء.